السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي فاطمة يوسف فلوج. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وبصحة جيدة يا رب يا كريم. اليوم بإذن الله جبت لكم وصفة ديال لاطارت بالتفاح، كتجي غزالة وكنتمنى إن شاء الله تفرجوا فيها من الأول حتى الآخر وتعجبكم وتجربوها بإذن الله. ودابا بلا ما نطول عليكم بزاف، ندوزو للمقادير ديال هذه الوصفة والطريقة. عندنا في المقادير 160 غرام ديال الدقيق، وخمارة 8 غرام، و100 غرام ديال سنيدة، وربعة البيضات، كاس عنبة ديال الحليب، وربع كاس ديال الزبدة دايبة، وحامضة محكوكة القشور ديالها معلقة كبيرة، وشوية القرفة، شوية الملحة، وعندنا تفاح. والتفاح الا كان كبير بزاف ديرو خمسة، كان بحال هكا صغير ديرو ستة. والزين عندنا شوية ديال اللوز مهرمج وشوية ديال الزبيب. ودابا غندوزو الطريقة على بركة الله. ناخدو اناء نديرو فيه البيض ديالنا، ونضيفوا له شويه ديال الملحه، نطربوا بالباتور، خلط كهربائي، ونضيفوا سنيده ونخلطوا مزيان. من بعد نضيفو كاس الحليب وحنا كنطربو مزيان، من بعد نضيفو داك قشور الحامض وزبده الدايبه وشويه ديال القرفه وحنا كنطربو، ومن بعد نضيفو الدقيق شويه بشويه وحنا كنطربو. حتى نساليو الكميه كامله، من بعد نخلطوا كل شيء مزيان، طربوا كل شيء مزيان بالطراب. ونخليوه على جنب، ما نضيفوش الخمارة دابا الا لاحظتوها. ناخدو التفاح ديالنا نقيوه، وناخدو الى عندكم بحال هاد الاله هادي او لا بحال هادي اللي كنقطعو بها بطاطا، تقطعو التفاح نحاولو نقطعوه رقيق بزاف. الحقيقه انا كنفضل هادي، هادي كتسربيني دغيا وكتقطعو لي رقيق بزاف. واللي ما عنده لا هادي لا هادي ممكن يقطع بالمصغير، هو يحاول يقطع رقيق، كل مره قطعوه بزاف مزيان. تنساليو الكميه ديال التفاح كامل. من بعد ناخدو ديك الحامضه اللي خدينا القشور ديالها، ناخدو العصير ديالها ونديرو فوق داك التفاح اللي قطعنا باش ما يكحلناش. الا لاحظتوا شحال رقيق بزاف التفاح، عاد غناخدو ديك الخماره ديالنا ونضيفوها للخليط الاول ديالنا ونخلطو مزيان. طريقه راه سهله، غير تبعوها بشويه بشويه، راه سهله. من بعد نضيفوا التفاح بشويه بشويه وحنا كنخلطوا، شي شحال رقيق صافي. تنساليو الكميه ديالنا كامله ونخلطوا كل شيء مزيان، بكل سهوله، حتى حاجه ما صعيبه، كل شيء سهل.
ناخذ الاناء اللي غنديروا فيه ديك لاطارت ديالنا ونديروا فيه كاغي ديال الزبده، وداك الكاغي ديال الزبده حتى هو ندهنوه بالزبده مزيان كله. صافي نفرغوا الخليط ديالنا في داك الكاغي ديال الزبده، حاولوا تقادوه مزيان. ممكن ديروها في مول مدور حتى هو ديروا الكاغي ديال الزبده، ماشي ضروري يكون هكا طويل او لا مربع، المهم المول كيما كان عندكم. من بعد نديروا اللوز مهرمش فوق منها، خلاص التيم كيبقى على حسابكم. ممكن ديروا غير الزبيب بوحدو، ولكن هكا كيجي حسن، اللوز والزبيب كيجي زوين مع التفاح. هانتوما الشوره ماشي شي كميه كتيره، غير شويه. ومن بعد ناخدو واحد جوج معالق كبار ديال الزبدة دايبة ونديروها من الفوق باش كتجي محمرة. ودابا غنديوها للفرن، خليوها طيب ديك 45 دقيقة حتى لساعة، ولكن نردو معاها البان لأن كل واحد والفران ديالو. دابا هي لاطارت ديالنا طابت، غنديرو لها سكر كلاصي من الفوق، وهنقطع معكم واحد طريف باش تشوفوها كيفاش جات. جات غزاله ما شاء الله، وجات من الداخل كريمي بحال دايرين لها لا كريم من الداخل، ورا غير داك التفاح اللي دايرلها بحال هكاك، عرفتي صا المذاق ديالها جا غزال، جات زوينه بزاف، جات فتيه وكريمي زوينه زوينه. المهم جربوها وانتم غادي تحكموا عليها، جربوها ما غتندموش، جات غزاله ما شاء الله. وبالصحة والراحة، وإلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من جيم، واللي بقى ما اشتركش نتمنى تشترك مع تفعيل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد إن شاء الله. وشكرا على حسن المتابعة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.